السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا لكم على واحد الدرس تاع الثالثه اعدادي ماده الاجتماعيات، وهو ازدهار الرأسمالية الاوروبيه خلال القرن التاسع عشر. مقدمه: ساهمت الثوره الصناعيه في ازدهار النظام الرأسمالي باوروبا خلال القرن التاسع عشر، وانعكس ذلك على المجتمع الاوروبي. فما هي مظاهر ازدهار الرأسمالية الأوروبية؟ وما هي انعكاساتها على المجتمع الأوروبي؟ واحد: تعددت مظاهر ازدهار الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. واحد: أدى تطور الأبناك والشركات إلى ازدهار القطاع الصناعي. شكلت الثورة الصناعية الثانية 1880 1912 مرحلة تحول الرأسمالية الصناعية إلى رأسمالية مالية، وظهور الأبناك واتساع المدن لتلبية الطلبات المتزايدة على المنتوجات الصناعية. حلت المصانع الكبرى محل المانيفاكتورات، مما تطلب توفير رؤوس أموال ضخمة. فظهرت الشركات المجهولة الاسم كاندماج لمجموعة من المقاولات الشخصية التي أصبح رأس مالها يتكون من أهم تداول تتداول تد من أسهم تداول في البورصة. 2. شكلت ظاهرة التركيز الرأسمالي أهم دعائم التطور الصناعي. يعتبر التركيز الرأسمالي من أهم مظاهر تطور النظام الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر، وقد اختلفت أشكاله باختلاف طبيعته وأهدافه. التركيز الأفقي هو تجميع عدة مؤسسات تشتغل بمنتوج واحد تحت نفس الإدارة. التركيز العمودي هو اندماج عدة مؤسسات متكاملة تساهم في مسلسل صناعة منتوج واحد. شركات التملك الهولدينج مؤسسات مالية كبرى تملك غالبية الأسهم في عدة شركات وهي متعددة الاختصاص. 2. أحدثت الرأسمالية تحولات كبرى داخل المجتمعات الأوروبية. 1. عرفت أوروبا نموا ديموغرافيا سريعا. شهدت أوروبا مع بداية القرن التاسع عشر تضخما سريعا في عدد سكانها بعد ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتحسن التغذية وتقدم أساليب الوقاية والعلاج. عرفت المدن الأوروبية تضخما سريعا في عدد سكانها بسبب توسع الأنشطة الحضرية وهجرة البوادي والتزايد الطبيعي. 2. عرفت أوروبا تفاوتا طبقيا واضحا. عرفت المجتمع الأوروبي تباينا اجتماعيا واضحا بين طبقة برجوازية غنية وطموحة تتشكل من رجال الصناعة والمال، وطبقة عاملة تتعرض للاستغلال وتعيش ظروفا اجتماعية سيئة. لتحسين ظروفها المعيشية شكلت البروليتاريا إطارا للدفاع عن مطالبها النقابات، وحققت مكاسب اجتماعية مهمة. خاتمة: ساعدت الثورة الصناعية على تطور النظام الرأسمالي وفتحت المجال للتوسع الإمبريالي. وشكرا على المشاهدة، وهنا كيسالي الفيديو والدرس. ما تنساش تحط معك واحد اللايك، تشترك في القناة لما بقي ما اشتركتيش، وشكرا.